وما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من مورد الملاطفة والمبرة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها من ملاطفة ومن بر وإحسان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ختاما للرسل داعيا إلى الحق مبشرا بالخير منفرا من كل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحبابه وأن يجعلنا من حاملين لواء دعوته المبشرين بها في مشارق الأرض ومغاربها، لما امتن به علينا من معرفة من الإيمان به ومعرفة حقائق هذا الدين وما جاء في التنزيل من رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.